وسهلا متتبعي كويزين سارة ديزاد. اليوم تاني شهر رمضان، جيتكم بواحد المملحات في هذا المول. يعني كاين بزاف اللي شراوه وما على بالهمش يعني واش من وصفات يديروه في هذا المول. دونك حنا جبت لكم واحد الوصفه تحفه تحفه ومقاديرها جد بسيطه. نجوزو هنا للمقادير البنات. عندي هنا كاس فارينه، عندي نص كاس حليب بارد يعني بدرجه حراره المطبخ، عندي 4 كاس زيت، عندي زوج حبيبات بيض، عندي شكيوره تاع لا ليفور شيميك وزن 10 غرام اي بيكين باودر والخميره تاع الحلوه، عندي هنا قرصه ملح، عندنا المعدنوس، عندنا كميه تاع الجبن تحبوا تستعملوا الجبن الايطالي ولا جبن مبشور، عندي هنا ميلونج بين زيتون اسود وزيتون اخضر عفوا البنات، قطعتهم دي كوب بهذا الشكل. عندي هنا بطاطا طوماط يعني تحبوا ديروا الويل ديروا، عندكم دجاج بايت يعني فضلكم من كاش بلاط نجمو تاني تفتتوه وديروا في هذه الوصفه. دوك نجوزو مباشره على بركه الله لطريقه التحضير. هنا نجيبوا الغيسيبيون اللي نخدموا فيه ونفقسوا فيه زوج حبيبات تاع البيض. بسم الله، هذه الحبيبه الاولى وهذه الحبيبه الثانيه. نديروا عليها قرصه تاع الملح، نضيف عليها نص كاس عفوا 4 كاس تاع الزيت، هنا عندنا 4 كاس وعندنا نص كاس تاع الحليب. نخلطوا كامل المكونات مع بعض حتى ينسجموا مليح. هنا بالنسبه كيفاش تخلطوا الفوي وفي بالغرض بلا ما تستعملوا الباتر. هنا بعد ما خلطنا البيض مع الحليب مع الزيت والقرصه تاع الملح، نضيفوا هنا المعدنوس، نبداو نضيفوا كامل المكونات. نضيفوا هنا الكميه تاع الجبن، بالنسبه للجبن قلت لكم تحبوا تستعملوا الجبن الايطالي ولا تستعملوا الجبن المبشور، يعني هذا الشيء يرجع اختياري. نضيفوا هنا الزيتون الاسود والاخضر، قطعتهم دي كوب كما راه موضح هنايا البنات. نضيف هنا العلبه تاع الطوم، تحبوا طوماط تحبوا الويل هذا الشيء يرجع لكم، قلت لكم اختياري. عندكم دجاج دنباشي بولي اشي فيونداشي تحبوا تضيفوا لها الكاشي رافي هذا الشيء يرجع لكم، بالنسبه للحوم كل سيده واش يكون عندها في البيت. نزيد نخلط كامل هاد المكونات مع بعض. هنا بعد ما نسجموا عفوا البنات كامل المقادير مع بعض، احنا نبداو نضيفوا الكاس تاع الفرينه مع الباكي تاع الخميره وزن 10 غرام خميره تاع الحلوه بهذا الشكل، ونخلطوا الكل مع بعض حتى كيما نقولوا الفرينه تتخلط بيان مع الخليط اللي كنا حضرناه مع بعض. هنا بعد ما نسجم كامل الخليط مع بعض مع زوج حبيبات بيض، نعاود لكم قرصه تاع الملح، 4 كاس تاع الزيت، نص كاس تاع الحليب، علبه تاع الطون، زيتون مقطع دي كوب خضر واسود، العلبه تاع الطون، الفرينه والباكي تاع الخميره وزن 10 غرام، يعني الفرينه درنا كاس تحصلنا على هذا الخليط. هنا نجوزو نجيبو المول تاعنا اللي شفتوني هنا دهنته بشويه مارغارين باش ما يلصقليش، باسكو هاد النوعيه يعني اللي شريتها ما على باليش اسكو تلصق ولا لا. دونك هنا باش نتحصلوا على نتيجه مليحه ندهنوا هاد شويه مارغارين ولا شويه زيت، يعني كيما نقولوا هادشي اختياري. حنا نجيبوا الغراف تاعنا بسم الله ونعمروهم، ماشي للفرن عفوا البنات، بسم الله نعمروهم يعني كيما نقولوا حنا تلت ارباع فيهم باكي تاع خميره. دونك هنا روحوا بالعقل في التعمار باش تحصلوا على حاجه شابه. بالنسبه للتعمار عمروا بالغرف هذا الصغير، علاش؟ باش تكون الخدمه تاعكم رقيقه. انا نعمر المول تاعي كامل بهذا الشكل. هنا بعد ما كملت الكميه كامل تاع المملحات اللي وجدناهم مع بعض تحصلت على 16 حبه بهذا الشكل. هنا كي ديروا لاباس تاعكم سيو خطوا بهذا الشكل يعني باش تمشي كامل في الرشمه. هنا ندخلوا نطيبوها على 180 درجه حتى نشوفوها احمرت يعني وزاد الفوليوم تاعها، ما نخلوهاش حتى تنحرق، نزيدوا نشعلوا لها من الفوق. بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش دوغري تاع درجه الحراره في لاكويزينيغ تاعهم، طيب على نار متوسطه كيما نعرفوا كامل. دوك انا هنا ندخلهم يطيبوا. هنا البنات درتهم يعني الكرياج كان في الوسط على نار متوسطه ولا 180 درجه، دوك نستنى عليهم يطيبوا. بعد ما يطيبوا ان شاء الله تشوفوهم في صحن التقديم. هنا بعد ما شفتوا معايا جميع المراحل النتيجه اللي تحصلت عليها هذه هي. هنا درت شويه مايونيز بالنسبه للتزيين فلابوش، زينتهم بهذه الطريقه، درت لهم شويه طوماط سوري شويه معدنوس فرماج رابي، يعني تحصلت على نتيجه تحفه. ندني لكم لاسيت شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها تحفه تحفه البنات، نقول لكم جربوها ريحتها ما شاء الله طراوتها، يعني واش نقول لكم شوفوا البنات ما شاء الله شوفوا يعني
الصورة تحدث عن نفسها. نقولكم جربوا الوسطى ما راحش تندموا عليها. واللي زرقنتي أول مرة يدير لي جيمي أبوني ويفعل الجرس فضلا وليس أمرا. نقولكم صحة فطوركم، تهلاو في روحتيكم، سهرة ممتعة. سلام سلام.